المدرسة العليا للأساتذة تقوم بترحيب بطلبتها الجدد حضوريا مع احترام جميع التدابير. إذا اعتمدنا الدراسة حضوريا وكذلك دراسة عن بعد، ولكن باحترام تام لجميع التدابير الوقائية والتعقيم، وأيضا التحسيس، لأن هناك ورشات تحسيسية لطالباتنا وطلبتنا على هذا الوباء. ونتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أن نستمر في هذا التعليم والتدريس حضوريا وعن بعد في هذه الظروف اللي تنحس بها طلبتنا، باش يقوموا إن شاء الله الرحمن الرحيم بهذا جميع التدابير من أجل دخول جامعي في ظروف صحية إن شاء الله الرحمن الرحيم. وفي نفس الوقت تنقوم في هذا الاحتفال اللي هو في النسخة الثالثة من هذه الأيام الإدماج، بأيضا التنمية الذاتية لهذه الطلبة والطالبات، خصوصا بعد هذه الظروف التي اجتزناها جميعا ولا نزال نجتازها. وكذلك هناك جوائز اللي غادي نقوموا بها، جوائز التميز للأفواج اللي قاموا لتخرجوا من المؤسسة فوج 2018 وفوج 2019 و 2020. إذن هذه النسخة الثالثة لأيام الإدماج، والجامعة جامعة قضيعية تقوم بها الحمد لله على صعيد جميع المؤسسات سواء داخل مراكش أو خارجها.